ترافقنا اليوم ايضا وليد بن حاحم الجديد. وليد اهلا وسهلا بك. شنو الصفه الاستثنائيه ذي؟ شنو الاستثنائيه؟ قلنا باش تقعد نرمي. واضح الرساله وصلت لعلي المديني، اكيد اللي يسمع فينا توا تحيه كبيره برشا لزميلنا علي المديني. وليد توا باش نحكيو على كاس تونس. نفكر الى حد وصلنا تقريبا 39 دقيقه اللعب في سوسه، والملعب التونسي متقدم بهدف لصفر امام النجم الساحلي. المباراه الثانيه لحساب الدور الربع النهائي في ملعب وصف بن جنات بالمونستير. الاتحاد المونستيري يستقبل النادي الافريقي. وليد 1-0 في سوسه، الملعب التونسي متقدم على مضيف النجم الساحلي. والله يا بارك انه ماتش كوب ما فيش احكام مسبقه، ولو انه انشا الكلام هذايا لو بلوز ان فورم، واللي حاضر خير، واللي جمعيته راكزه، واللي عنده استراتيجي نتاع لعب، هو اللي باش يتعدى محمد. يعني النادي الرياضي الملعب التونسي فريق منظم، فريق مستحفظ على الاطار الفني نتاعو، عنده توا هذا الموسم الثاني على التوالي، انتداباته كانت ممتازه. النجم الرياضي الساحلي باركونتر واحد موسم كامل محقق انتصار فقط، محقق حتى انتصار على أرضية ميدان، وبرشا مشاكل في النجم الساحلي. الهدف نفكر وليد جاي في الدقيقة الثالثة بأقدام الدولي هيثم اللاجوي. كان دولي وين تو دولي هو وين موجود في اخر مباراه للمنتخب الدولي في الدقيقه الاخيره، وبالتالي لاعب دولي وليد لاعب دولي موجود في قائمه المنتخب الوطني. محمد في مجوني لاعب دولي رسول الله على كل ما تعطيه الصحه. لاعب دولي انا في الوصف نتاعو راه انا صحيح. لا وصفك صحيح اما ما علينا، ربي يعينك. شوف ثلاث دقائق لعب، شنو وليد؟ لا ما يسالش شنو ربي عينه معناتها. ربي عينه معناتها الساحه فارغه، لقى روحه لاعب دولي. شنو هو ذاك على التسعينات ما لقاش روحه. شكك في امكانيات هيثم؟ ما عندوش امكانيات، كان عنده امكانيات راهو في الترجي الرياضي التونسي. ما عندوش امكانيات، طلع مع الطالعين يهبط مع الهابطين، السلام عليكم. شنو هو؟ قداش سجل السنه من هدف هذا اللاعب الدولي تحكي عليه؟ مش تقزيم. ارقام، هاي العباد تسمع فينا. اعطيني ارقام في الوقت الحالي وفي الازمه الحاليه اللي تعيشها كره قدم التونسيه، خاصه ازمه المهاجمين. هيثم الجويني يعتبر كتونسي المهاجم رقم واحد في تونس. لا بن زيتون شو يعتبر؟ نحكي لك كتونسي. اي بن زيتون تونسي. انا نعتبر هيثم الجويني المهاجم رقم واحد. ربما انت ممكن ميولاتك، انتم فنيين وادرى مني. انت ميولاتك شوف انا بالنسبه لي انا شنو تقصد؟ ما نعرفش انت واضح انت مك كشفتني انا قدام العباد، قلت انتماءاتي معروفه، انا ما نتخباش وراها. لكن شنو تقول لي احسن واحد؟ شنو قداش مسجل السنه هو؟ شو البطوله التونسيين في ازمه كبيره نتاع مهاجمين، هذا ما يختلفوش فيه. ازمه نتاع مهاجمين، خلينا نحكي من ناحيه المهاجمين. وبالتالي وليد كيف انت عندك مهاجم بامكانيات هيثم الجويني الحقيقه انه يعتبر الان مهاجم كتونسي، ما نقولش كاجنبي، المهاجم رقم واحد في البطوله المحليه. بالنسبه لي انا الارقام نتاعو تقول ان كونه هو لاعب عادي وعادي جدا وما سجل حتى شيء الموسم هذا، والملعب التونسي شفت 0-0 عملته. الخضراوي صحيح يعني في بيرفورمانس باهيه، الوليد الاخر زاد اللي معاه يعجبني ياسر، مع الجويني القدام هما ثلاثي ذكرني به البجاوي الخضراوي. عن الخضراوي في الملعب التونسي، عن هيثم الجويني القدام، فما عنصر اخر في ثلاثي الهجوم بليل المجري. ما يعتبر عندي انا قدم الاضافه للاستاد هو والخضراوي. باركونتر بالاكسبيريونس اللي عندي الجويني ما رينا حتى شيء، لا في المنتخب ولا في الملعب التونسي. الملعب التونسي لو رايك كان عنده مهاجم السنه راي حقيقة تعديت للتشامبيونز ليغ، وكانت عندها فرصة. تنساش ستاد تونيزيان ليكيب لا سول ايكيب ربحت الترجي الرياضي التونسي 3-0، وين سجل هو نهارتها شو اسمه الجويني؟ ما سجلش حتى في راس جات الكرة ما اداله كادو شو اسمه ما كل ما كل مقابلة يعطي كادو وهو كسومو 1.4 مليون دورو، هذايا معناتها مرياح اللي هو مدافع. حاجة تقول لي احسن مهاجم في تونس؟ راهو ماهوش احسن مهاجم في تونس. تنجم تمشي دي دو تتلقى تتلقى المهاجمين، امشي الباجة تتلقى المهاجمين. نفكر 42 دقيقة فما مهاجمين يصنع فيهم الاعلام،
هذوما مش مهاجمين. انا عمري 50 انت ولا تهاجم فيا انا تقول مهاجمين يهاجم فيا. مهاجمين انت تراي في هيثم مهاجمين في تونس. قلت في الوقت الحالي في الموجود هو في البطوله المحليه نعتبره المهاجم رقم واحد في البطولة الوطنية كلاعبين يا محمد تغلط في الرأي العام. ريت محمد علي بن حمودة أنا نتفرج فيه في اللي ماتش أميكو هو بطل الكور هو علي الزيتوني ومايكل الرامو قسما بالله يطيروا به تيران. واضح يا وليد رأيك رأيك ونحترموه يا دي رأي الشعب التونسي. رأيك ونحترموه رأي الشعب التونسي يفهم في الكورة. 43 دقيقة لعب الملعب التونسي متقدم على النجم الساحلي بهدف لسفر المباراة في ملعب الأولمبي بسوسة. نفكر أيضا 17 مباراة الدور ربع النهائي الأخيرة اللي تجمع الاتحاد المونستيري بالنادي الإفريقي بملعب بن جنات بالمونستير. وليد الأولمبي الباجي يواصل الدفاع عن اللقب نتاعو بعد الانتصار أمام مستقبل المرسى 3-2. كيف شريت المباراة هذه فنيا وليد وخاصة أداء الأولمبي الباجي بعد أكيد نزول مستقبل المرسى للرابطة المحترفة الثانية؟ كيفاش كانت المباراة هذه وليد حسب رأيك؟ صراحة حتى أداء مستقبل المرسى ممتع جدا والله محمد. تتفرج ما تقولش فريق نزل ديدو مع بناء كرة من تالي في الوسط تحذير للتير رجعوا في سكور بعد ما كانوا خاسرين في الأخر. الأولمبي الباجي بتتر بالإكسبرينس وبالريغور وبالفنيات اللي تفوق نوعا ما لاعبين تاع مستقبل المرسى حقت الانتصار والترشح. تشوف مقابله الدقيقه 95 محمد مفتوحه على الاحتمالات الكل فما فرجه رغم ارضيه الميدان خايبه ما تسمح لكش باش تخلق لعب جميل. فما كوره فما اهداف تحيه لعبد السلام الحلاوي زاد بصراحه ما انت عنصر فاعل في الفريق. عماد بن يونس اثبت كونه كي يخدم معناتها ما يخدمش تحت ضغط كما كان في النجم الرياضي الساحلي ناس تطالب فيه معناها بالمستحيل. هكا في الاولمبي البيجي فريمون معناتها عمل روتور ممتاز جدا بلاي اوت عمله خرق العاده براتيكمون متصدر هو قبل السيابي في الكوب ماشي بالكدا. والأولمبي البيجي من حقه باش تدافع على اللقب صاحب اللقب باش تدافع على اللقب نتاعها. شفنا الهدف اللي بإثر مخالفة مباشرة حطيه له في التسعين فريمون ولا تشوفها معناتها في العشر سنوات الأخيرة في بطولتنا أهداف من نوع ذاك. برافو الأولمبي البيجي برافو المستقبل المرسى اللي تقعد فريق كبير في تونس الامكانيات منعدمه لونطام اللي عملته مع وليد هدف التعادل في سوسه هدف لهدف النجم الساحلي يعدل النتيجه 45 دقيقه لعب ونتيجه متعادله هدف لهدف بين النجم الساحلي والملعب التونسي. الهدف جاء في الدقيقه 44 عن طريق لؤي بن حسين. هاي لؤي هاي فريمون ريت كيف تعطي الفرصه للشباب معناتها اللي غصبا عنك باش تعطيه خاطر كي ماكش عامل انتدابات. هاكا نوريوك دو كوا سون كابابل. شفنا لي جون في باجا وشفنا لي جون في السيابي وشفناهم اليوم معناتها في النجم الرياضي الساحلي. وليد تحرر تلاحظش حاجه فما نقطه مهمه جدا ممكن انا لاحظت انت كفني وفاهم اكثر تلاحظ في 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 مباريات الكاس تحررت الاقدام اكثر ولينا نشوفه في لعب ولينا نشوفه في اهداف. لا مش تحررت اللي حج بالشامبيونو فيت داكوردو اليوم يلعبوا من غير ضغط صدقني كلها تلعب من غير ضغط كسوا مرسى كسوا بيجا كسوا ستاد كسوا ليتوال اللي حتى المدربين من غير ضغط المدربين صحيح هذا ماتش صحيت يعطيك اهم نقطه المدربين توا من غير ضغط يعني اش مازال روح على 90 دقيقه يا يقعد يا يروح يا بيزيد ماتش اخر فهكا راهو لي جون وهكا شفنا لي جون اليوم تحكي على هكا ما شاء الله يوسف بشا وليجتاز البكالوري صح ورق العواني زاد في النجم الساحلي. شفنا العديد وزيتون زاد في السي ار بي وعديد من الاسماء يا خويا الانترنور اللي عنده مدارس وعندك ليجون زاد عندك فلير باش تعرف وقتها تهبط اللاعب وتشوف اللاعب هذاك اسكو نجم يعطي البلوس ولا ما ينجمش. انا شفنا
تأمل، شفنا كرة أخرى، شفنا ناس فنيات ممتازة ويلعبوا من غير عقد. مش كبر من عمره مش عارف فرص ثاني، أنا غالب كفيت شامبيون ولينا نشوفه في الليجون. أنا وليد النادي بنزرت إلى السيارين انتصر بهدف لصفر أمام سبورتينغ العروس، برافو سبورتينغ العروس، أداء مشرف جدا. السي بي في الدقائق الأخيرة يسجل هدف الانتصار. أنا ما نجمش نكذب على العباد، أنا ما شفتش ضربة جزاء، شفت برشا زيد في المقابلة ضربة جزاء الملعب التونسي أنا مش ملعب التونسي ضربة جزاء النادي البنزرتي مخرج الملعب أنا ما شفتهاش بصراحة. برافو عدى الماتش يوريك اللي دي دو وإلا الناسيونال جدا. زاد الحكم توقيت كبير ما فهمتش عليه، ماهوش غريب في تونس راهو يزيدوك 18 دقيقة بيردي طون، ومن الحاجات اللي لازمها تصلح حاجات هذي راه ما فماش حتى تقليل من قيمة. ما نقولوش حتى بدنيا وليد سبورتينغ بن عروس تراجع شوية خاطر البرولونغاسيون الكبيرة هذه اللي زادها الحكم حكم المباراة أثرت بدنيا على سبورتينغ بن عروس. إيه زاد ينجم يكون أن شوا من المدرب حد يزهل البرولونغاسيون ولا ضربات الجزاء. سي تا شوا ما تنجمش تلومو عليه، ما تعطيش كادو ضربة جزاء. مش معناها ما فماش مريض للصيادين، صعبات تستحق والله باش تتعدى وماهيش في حاجة الكرة. ماهيش في حاجة حتى لازم يفهموا الشيء هذا، راهي ماكش في حاجة بالميكروسكوب تفركس على ضربة جزاء، وإذا كان بن عروس باش تتعدى خليه تتعدى، مش مشكلة. هذه صارت في مقابلة النجم آخر من جيبس. هكاكا معناها فريق هذا ما تعمل مقابلة كبيرة برشا، وفي الآخر ما تتسرق في الانتصار نتاعه، تسرق. بن عروس تسرقت في الانتصار نتاعها؟ تسرقت في 90 دقيقة، تسرقت. شنو هو اللي تسرقت في 90 دقيقة؟ هذه مش خاطر كان مباراة كرة قدم. الحكم أضاف وقت معين. أنا في رأيي أنا البيناتي بالميكروسكوب خلقوا أنا، ما في با بوزوان سي أبي بكادو من النوع هذا. هي تسيطر على مسيطر على الماتش. يعني سي أبي ما تستحقش المرور للدور نصف النهائي. يا خويا انا نقول لك اعطاها بيناتي، انا ريتها ماهيش بيناتي. هو حتى الحكم السابق عادل زهمول قال هو مسنس كلمني في البريفي كي يقول لي ريف ما تفهمش ما سمعتوش. انا تكلمت على بيناتي تاع قربة في مقابلتها النادي الافريقي، كلمني عادل قال لي راك غلط رجالت في تقييمك وما عادش تظلم الناس. انا ما سمعتوش، انا يعطي الصحه ماهيش ضربه جزاء. علاش ماني اذا كان بن عروس تستحق باش تمشي، شنو المشكل؟ احنا كل عام في كرومبيلي سبور ربحنا ستاد تونيزيان بمنظر بن جابلة وجمال الدين الامام عبد الحميد الهرقيل ومحسن الجندوبي، ربحناه انا زيرو في البرولونغاسيون، انا زيرو. عاودوا لنا الماتش الى متى هالعقليات؟ والله والقران خلي يتحداني يسمعوا فيه الكل. هاي عاودونا الماتش بعد ما ربحنا ستاتيوزيان. راكم ما ربحتوش؟ لا قالوا لنا فما غاز كريموجين ولا شنو تلوح على الجماهير، فهمتني؟ فما غاز اما بعد المقابله. معناها الى متى يا محمد؟ اذا كان فريق يستحق من القسم الثاني ولا الثالث ولا الرابع يستحق باش يمشي القدام في الكوب، نجيو نحن نعطيو من العقليات تيزي العباد فدت. مش تنقيس من قيمة السيابيت، بالعكس السيابيت السنة شيختنا كورة وشيختنا ديجون، مش تنقيس. أما كيبدا فريق يستحق عنده ميريت هو من القسم الرابع كيما نشوفه في أوروبا مثلا، تلقى معناتها بي اس جي تلعب لك ضد فريق من القسم الثالث في فينال. شنو مشكل معناتها نشوفه في تونس الشيء هذا؟ وبن عروس راهي جمعية تكور كيف العمران ريتك الشيرات تاع تونس هذيك والملاسين خويا تخلط الكوره غير جبل الاحمر. جبل الاحمر جنون نتاع كوره، جنون امشي يقف في حومه وتفرج كوره في الحومه مش في التيران. واضح وليد نرجعوا اكيد كلمة على مباراة بن جنات، مباراة 17 تجمع الاتحاد الفلسطيني والنادي. والله العظيم بالنسبة للمستير السنة معناتها بديت مع الكوكي كان شو اسمه الاسعد جرت، اي صاحب جارديولا هذاك، مش صاحب جارديولا تهجم على العباد برشا وليد، لا اله الا الله. تكلم في جارديولا ويورجن كلوب اي مش مشكل معناتها ما نحطوش تحت سطرين مر اي انت قلت لي معناتها حاسيلو. انا نقول لك حاجه، النادي الافريقي باش تعمل حاجه من الاخر
واضح وليد، واكيد كما قلت 7 نتاع العشيه مباراه بين جنات تجمع النادي الافريقي الاتحاد المنستيري المضيف والنادي الافريقي الفريق الضيف. نفكر ايضا مباراه النجم الساحلي الملعب التونسي متعادله هدف لهدف، الملعب التونسي افتتح النتيجه منذ الدقيقه الثالثه عن طريق الدولي هيثم الجويني، وفي الدقيقه 43 لؤي بن حسين يعدل النتيجه للنجم الساحلي. نقول لكم رستي برونشي على راديو كابا فيم، فاصل ولا تواصل.